السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم على كل القلوب الطاهرة. السلام عليكم على كل القلوب المتسامحة. السلام عليكم على كل القلوب الذاكرة. السلام عليكم على كل القلوب المطمئنة. السلام عليكم على كل القلوب التي تحب الخير للآخرين. السلام عليكم على كل القلوب التي قررت أن تعيش في دنياها في سلام. السلام عليكم على كل القلوب التي اختارت طريق الله طريقا لها. السلام عليكم على كل القلوب التي أحبت الخير. السلام عليكم على كل القلوب التي رفضت الشر. السلام عليكم على كل القلوب التي اختارت أن تقول الكلمة الطيبة. السلام عليكم على كل القلوب التي تأملت حياتها فاختارت أن تكون مع الله. السلام عليكم على كل القلوب التي نظرت في دنياها فعلمت أن الدنيا مهما طالت فهي فانية فعملت لأخراها. السلام عليكم على كل القلوب التي أحست معنى الكلمة الطيبة فقالتها. السلام عليكم على كل القلوب التي أحست نور المعاني الجميلة فعاشوا في نور الجمال ونور الحب ونور السلام. السلام عليكم يا أحباب الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى كل قيمة جميلة ودعا إلى العلاقات النبيلة والمعاني الجميلة، الذي دعانا أن نعيش في دنيانا في هدوء، الذي دعانا أن نعيش في دنيانا في سلام، الذي دعانا أن نعيش في دنيانا في خير، الذي دعانا في دنيانا أن نعيش في دنيانا بأمن وأمان وطمأنينة. يا أصحاب القلوب الطيبة، وأشهد أن سيدي وحبيبي ونور عيني سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الذي دعانا إلى كل خير وحذرنا من كل شر صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كل واحد فينا في دنيا بيتفقد الدنيا، بينظر يمينا ويسارا ويشوف ما شاء الله كان له أصدقاء كانوا ملء السمع والبصر رحلوا عن الحياة، كان له أقارب كانوا ملتصقين به وفي يوم من الأيام رحلوا عن الحياة. فالدنيا مش عايزة شد أعصاب، الدنيا عايزانا نهدى كده. الخير اللي احنا بنعمله بنستمر فيه، وإذا أحسسنا إن احنا بنعمل حاجة مش مظبوطة لا مانع إن احنا نقف من الشموخ والعز والعظمة والبركة وكل الخيرات. إذا كنا في واقع غير طيب نرجع على طول، ولا نكابر كي نحافظ على الآخرين، كي نحافظ على كل إنسان، كي نحافظ على كل من تعاملنا معهم، كي نحافظ على أسرتنا، كي نحافظ على مجتمعاتنا. كونوا من أهل القلوب الطيبة، كونوا من أهل الأرواح التي هي مليئة بالسلام، مليئة بالاطمئنان، ما عندهاش استعداد تتصارع مع حد، ما عندهاش استعداد تتصارع مع حد، لأن الصراع ربنا يكفينا شره، ربنا يعافينا منه، سينتهي في يوم من الأيام ثم يعود الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. كان زمان الشاعر يقول: رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحكا
من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين من قديم العصور والآباد. سر إن استعط في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. يعني إيه الكلام الجميل ده؟ كان في اتنين مش طايقين بعض، بس لما ماتوا اتدفنوا في مكان واحد، وكأن القبر يضحك. ها 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 ها. شايفين دول اللي كانوا مش طايقين بعض في الدنيا، او هم اتجمعوا عندي ونايمين مش براحت، ده غصب عن عينه. ما كنتوا حبوا بعض وانتوا بره، ما كنتوا خليكوا اصدقاء وانتوا بره، طب ما كنتوا خليكوا في السلام وانتوا بره. وبعدين ودفين على بقايا دفين. ساعات يدخلوا المقابر كده ناس ويقول لك ده المقبره مليانه بس مش لاقين مكان. على بقايا دفين يميلوه كده. ودفين على بقايا دفين من قديم العصور والآباد. يعني ايه من قديم العصور والآباد؟ يعني ناس كانت بقى عاملة نفسها فتوات. هو ما يعرفش انا مين؟ هو ما يعرفش انا مين؟ انت مين يا عم؟ ده انت شوية انفلونزا بيكوموك. انت مين؟ انت اخرك ايه يعني؟ خدت على حضراتكم. ودفين على بقايا دفين من قديم العصور والآباد، من سنين، من ملايين السنين، وناس نايمة رغم أنهم مثلا عاشوا في الدنيا 100 سنة 150 سنة حسب بقى الأعمار اللي عاشوها، إنما نايمين بقالهم ملايين. لو كانوا يعرفوا الحكاية كده كانش حد زعل حد، كانش حد خاصم حد، حدش اتصارع، ما كانش حد اتصارع على حد، ما كانش حد كالحق حد، ما كانش حد تجرأ على ظلم حد. ما هي الحكاية هتتفض. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين نيجي بقى نشوف الواقع المؤلم في كثير من الأحيان. يصر الإنسان اللي هو ودفين على بقايا دفين من قديم العصور والآبادي، الشعر بيقول له سر إن استعطى رويدا في الحياة لا اختيالا على رفات العبادي. على فكرة الطرق اللي انت بتمشي فيها دي ممكن يبقى تحتها مقابر وانت ما تعرفش، ممكن يبقى تحتها ناس كانوا زيك كده في يوم من الأيام، متكبرين، متعجرفين، فيهم صلف، فيهم عجب، فيهم شره، فيهم سرقة حقوق الآخرين، فيهم التعدي على الناس، فيهم كبر، فيهم ها لا اختيالا على رفات العباد. ممكن تبقى انت ماشي في ناس دفنت من ملايين السنين فبقت تراب، حتى عظام فتعملت في اماكنهم طرق وتعملت واتبنت عليهم بيوت و و و والله انا فاكر في يوم كنا بنعمل توسعه مسجد الدهيمه ده في بلدنا بالاس، وبعدين بقى ايه، فبدأ ان الاهل البناء يحفروا في حتة كانت فاضية كده، وكانت حديقة جميلة جدا جدا، واذا بالناس وهي بتحفر علشان تعمل التوسعة وجدوا ايه، وجدوا ان ده كانت من مئات السنين المقابر بتاعت البلد. لا ده كانت جنينة، احنا شفناها جنينة. وبعد كده لما جاءوا علشان ان هم يبنوا اكتشفنا ان هي كانت المقابر. فطبعا ان هم مش عارفين ان لما يطلعوا عظم مين هيقولوا لمين تعالى، لان اساسا هو مات واولاده ماتوا واولاد ولاده ماتوا واولاد ولاده ماتوا، ومحدش بقى عارف ان دي مقابر مين، ومين اللي كان نايم هنا، ومين اللي كان منظر يعني. كان الواحد عمال يتفرج، يا ترى دي عظم، ده كتف جد مين؟ يا ترى ده كتف الأنسة كانت مين؟ يا ترى ده كانت رجلي مش عارف مين؟ خدت بال حضراتكم؟ أنا سيكولوجي، شخص ساخر من الحياة، عارف إن هي هتتفض، فما عندي صراع فيها على أي حاجة، الحمد لله رب العالمين. تقريباً أنا مولود كده وأنا عيل صغير. فكنت واقف اضحك واقول يا اخوانا ممكن يبقى لي جد فيهم، طب خلي بقى يبقى لي جد فيهم ولا. فاللهم صل على النبي صلى الله عليه واله وسلم. لا اختيالا على رفات العباد، لا اختيالا على رفات العباد. وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم يقول اكسروا من ذكر هادم اللذات.
هي حالة وجدانية اللي أنا بتكلم بيها مع حضراتكم دلوقتي، الهدف منها اصحى اصحى يا ابن آدم، اصحى يا ابن آدم. خليك وانت ماشي في الشغل يطرد عليك رشوة، قول لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا بأكلش ولادي إلا من الحلال. وانت ماشي في الشغل يتعرض عليك مصيبة فعل فواحش، والاستغفر الله العظيم سوف ألتقي برب العالمين. وانت ماشي في طريقك تلاقي بعض الأشياء يقول لك دي إكراميات ومشي حالك، طب خد لك نفسين، طب خد لك، أقول لهم والله العظيم العمر أقل من كده بكتير، العمر أقل من كده بكتير. لما بشوف الناس اللي قام عليهم البركان من فترة كبيرة جدا جدا في إيطاليا، والناس اتجمدت طبعا نتيجة البركان الحارق، فاتجمدت، ففيهم اللي فارد إيده واللي فارد رجله واللي نام منظر طبعا. فهنا أنا برضو عايز أقول إيه، عايز أقول لك يا ابن آدم خليك في معية الله على طول، خليك دايما متصالح مع ربنا، خليك دايما متصالح مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، خليك متصالح مع نفسك، خليك متصالح مع أهل بيتك، خليك متصالح مع أولادك، خليك متصالح مع جيرانك، خليك متصالح مع شغلك. الحياة أقل من إن إحنا نتخاصم، الحياة أقل من إن إحنا نتخاصم جدا، والله العظيم أقل من إن إحنا نتخاصم. العمر ده أقل من إن إحنا نضيعه في الخصام بيني وبين أخويا، في الخصام بيني وبين أبويا، في الخصام بيني وبين زوجتي، في الخصام بيني وبين أولادي، في الخصام بيني وبين جيراني، في الخصام بيني وبين من أتعامل معهم. وتفاجأ تلاقيك كنت مخاصم فلان وفلان 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 وفلان، أمال أنا كنت مصالح مين؟ ده حتى نفسي ما كنتش مصالح. أنا ليه حد صاحبي بقول له انت فين يا سيدي عايزين نقعد معاك، قال لي والله أنا مشغول لدرجة أن أنا مش عارف أقعد مع نفسي. الكلمة خطفتني، يعني ما أنا مشغول ومش عارف أقعد مع نفسي. قال لا، أنا مشغول ومش عارف أقعد مع نفسي لدرجة إن مش عارف أقعد مع نفسي ممكن ما يحافظش على الصلاة، مش عارف يقعد مع نفسه يعني ممكن مش فاضي يقعد مع أولاده، مش فاضي يقعد مع نفسه يعني مش فاضي يقعد مع ربه، مش فاضي يقعد مع ذكر الله، مش فاضي يأنس بربي تبارك وتعالى أو بالعمل الخير أو 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 أو، مش فاضي يقعد مع نفسه. وفجأة يجي ملك الموت، يلا. طب قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا في تركت فيما تركت، لعلي أعمل صالحا بقى في إيه؟ في إن أنا صالح فلان الفلاني لأن أنا كنت مخصمه، لعلي أعمل صالحا بأن أنا أعيد إلى أهل بيتي حقوقهم، لعلي إخواتي، لعلي أعمل صالحا لعلي أعيد إلى إخواتي حقوقهم، لعلي أعمل صالحا لعلي أرد مظالم المظلومين، لعلي أعمل صالحا لعلي أحافظ مرة ثانية على صلواتي، لعلي قاعد يقول قال رب ارجعون، رجعني بس يا رب أسدد الديون اللي عليا ده وبأجي تاني بحيث أن أنا بأجي بقى مرتاح. قال كلا، رب يقول كلا. أنا أقف عند قول الله تبارك وتعالى قال رب ارجعون كلا، أنا رضا بترعب، الحق يا رضا قبل ما يتقلك كلا، قبل ما يتقلك كلا. استغفر ربنا كتير قوي، اتعلم شوف ربنا عايز منك ايه، اتعلم تبقى مخلص، اتعلم تبقى وفي، اتعلم ما تزعلش حد، اتعلم ما توجعش حد، اتعلم ما تجرحش حد، اتعلم اتعلم تاخدش حاجة حد، اتعلم اتعلم يا ابن آدم. لما بتأمل في مثل هذه الأمور دايما جميل أو أن يكون الإنسان وقاف، جميل أن يكون الإنسان وقاف. إن كان غافل عن الذكر يستيقظ، إن كان غافل عن الصلاة في مواعيدها يستيقظ، إن كان غافل عن الكلمة الطيبة يستيقظ، إن كان غافل عن الإحسان يستيقظ، إن كان غافل على عن أنه يعد لنفسه اللقاء الجميل لرب العالمين. يا سلام على هذا اللقاء، يا سلام على هذا اللقاء. شوف قال رب ارجعون اترد عليه بكلا، إنما في ناس تانية هيتقال لهم
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هيترحب بيهم، سلام عليكم، هيترحب بيهم، سلام عليكم بما صبرتم في صلواتكم، بما صبرتم في عدم الرد على من أذاكم، بما صبرتم في ذكركم لربكم، بما صبرتم في إحسانكم لأهاليكم، بما صبرتم في الصبر عند الغضب، بما صبرتم في عطائكم، بما صبرتم في علومكم، بما صبرتم على شدائد الدنيا، بما صبرتم ولم تضجروا ولم تسخطوا ولم تلعنوا، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. التاني لما شاف الدار بتاعته طبعا لقاها بقى ايه، يعني اول ما شاف بقى لقى الدنيا مقلوبة ومكركبة، اعماله بقى اللي موجودة بقى يعني اعماله الغير طيبة بقى. يقول له من أن كده، راجل شكله مش لطيف كده، شكله مش كويس، من أنت من يأتي وجهك بكل سوء؟ يقول له أنا عملك، أنا الغفلة، أنا الكذب، أنا الغش. هو يقول ذلك، يقول له أنا عملك، أي هو الغفلة، أي هو ذكره الذي غفل عنه، هو الغفلة، هو ظلمات المعاصي. قال له أنا عملك، هو ظلمات المعاصي، هو ظلمات القبح، هو ظلمات القسوة، هو ظلمات الكبر، هو ظلمات التعالي على خلق الله، هو ظلمات عدم الأنس بالله. قال له أنا عملك، أنا عملك. التانيين بقى إيه؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ما صاحبنا الأولاني ده لما خلاص بقى وقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. خلي بالكم، خد الكتاب بقى بالشمال، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ معلم يا اللي كنت بتكبر، اقرأ معلم يا اللي كنت بتزني، اقرأ معلم يا اللي كنت بتكذب، اقرأ يا معلم، اقرأ يا هانم يا اللي كنت بتتعالي، اقرأ يا هانم يا اللي كنت بتوقع بين الناس وبعضهم، اقرأ يا هانم يا من لم تحسني صلاتك، اقرأي ها أم اقرأوا كتابي. شوف بقى ده بيقول ايه، يا ليتني لم أوت كتابي. اقرأ كان كذاب، اقرأ كان غشاش، اقرأ كان نمام، اقرأ ما كانش مخلص، اقرأ ما كانش وافي، اقرأ اقرأ اقرأ. خبر على اقرأ دي، اقرأ هنا بقى مش هقول ما أنا بقارئ. هنا لن يقول ما قال بقارئ. يا خبر، والله انا جسمي بأشعر وانا بتكلم. يعني اقرأ، منظر رهيب، منظر مفزع. خدت بال حضراتكم يعني من هول الموقف؟ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اقرأ يوم تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكأن الله تبارك وتعالى يطلعنا على الصورة النهائية للذين سيأخذون الكتاب بالشمال، حتى نحترس أننا لا نكون من هؤلاء، حتى نحترس أننا لا نفعل أفعالهم، حتى نحترس أننا لا نقترب من أقوالهم، حتى نحترس أننا لا نقترب من سلوكياتهم، حتى نحترس أننا لا نقترب من طريقهم، حتى نحترس أننا لا نقترب مما يفعلوه. ثم بعد ذلك يفرحنا حتى في قبورنا يرى الإنسان رجل طيب الرائحة، شكله جميل، من أنت من يأتي وجهك بكل خير؟ يقول له أنا عملك، أنا عملك، أنا عملك.
يرى الصدق أنا عملك، يرى الأمانة أنا عملك، يرى الإخلاص أنا عملك، يرى الوفاء أنا عملك، يرى ذكر الله أنا عملك، يرى الصدق في البيع والشراء أنا عملك، يرى صبره على عدم فعل المعاصي أنا عملك، أنا عملك، أنا عملك. اللي زي ده بقى، وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي. فرحان، فخور، حاسس بعزة، حاسس بجمال، وحاسس ببهجة، وحاسس كده بنعم. ها أم اقرأ كتابي، ها أم اقرأ كتابي، أنا بفتخر باللي في الكتاب، أنا سعيد إن ربنا وفقني باللي عملته في كتابي، أنا سعيد بأفعالي التي هي في كتابي، ولذلك أتمنى أن تقرأ أمام الجميع، ولن أرى فيها لا خزي ولا عار ولا كسوف، مش هتكسف من حد، بل هشعر بالسعادة أن الله تبارك وتعالى وفقني لذلك. ها أم اقرأ كتابي، ها أم اقرأ كتابي، ستجد فيه الصدق، ها أم اقرأ كتابي، ستجد فيه الإخلاص، ها أم اقرأ كتابي، ستجدوني كنت أقرأ القرآن الكريم، ها أم اقرأ كتابي، ستجدوني كنت برا بأبوي رحيم، ها أم اقرأ كتابي، ستجدوني كنت بالمساكين عطوف، ها أم اقرأ كتابي، ستجد أنني أحسنت تربية أولادي، ها أم اقرأ كتابي، ستجد أنني قد تصالحت وتسامحت وتعاطفت وأعطيت كل ما أملكه إلى زوجتي من حنان وحب وعاطفة وأمن وأمان وحسن عشرة. ها أم اقرأ كتابي، ستجد أنني صبرت على من غضب علي. ها أم اقرأ، فرحان، سعيد، سعيد، سعيد باللي في كتابه. ولذلك أنا دايما، أنا يقول لي هل يا رضا أنت ينفع تقابل ربنا بالأعمال اللي في كتابك دلوقتي، ولا أنت كان يجب أنك تقابل ربنا بحاجات أعلى من كده بكتير قوي؟ أقول لا، ده أنا كان يجب أقابل ربنا بحاجات أعلى من كده بكتير قوي 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 قوي. لا يا رضا أنت غلطان. طب خلاص بقى، من النهاردة يا رضا بقى ركز، ركز، بدام كتابك اللي معاك دلوقتي انت شايف انه لا يصلح للعرض على الله، وان انت كان يجب تبقى احسن من كده بكتير قوي، خلاص قوم بقى، قوم جدد، قوم اضف اللي انت كنت قصرت فيه، قم اضف اللي انت كنت نفسك تعمله، قم اضف كل ما يرضي الله تبارك وتعالى الى كتابك الجديد. جدد الكتاب، جدد الكتاب. والله تبارك وتعالى يقول واني لغفار لمن تاب، وقال غفار مش غفر، غفار، كل ما تقع تقف، كل ما تقع تستغفر، كل ما تقع تستغفري، كل ما تقع تستغفر، كل ما كل إنسان فينا يقع يقف بالاستغفار، كلما يقع مع الشيطان يقف بالاستغفار، يقف إلى أن يقف ويكون قويا ويفتخر أنه من المستغفرين العائدين لرب العالمين. إذن هذه الرحلة، ها أم اقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، أي الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. الظن هنا التأكيد، يعني خدت بال حضراتكم، هو ملاق، إني طبعا كان حريص وعلم أنه سيلقى الله تبارك وتعالى. أتى الكتاب، ها أم اقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، ملاق حسابي أمام الله تبارك وتعالى، وسأسأل، وسأسأل وأنا بين يدي الكريم. إني ظننت أني ملاق حسابي. شوف ربنا يقول عنه فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية. مين اللي بيقول؟ مين اللي بيقول؟ الله، الله. فهو في عيشة راضية، هذه العيشة فيها الرضا وفيها الرضوان، وأن يكون راضيا بها، أي بكل ما أعطاه الله تبارك وتعالى في الجنة وأعطاه الله تبارك وتعالى. هو كان راضيا في الدنيا،
فأرضاه الله في الآخرة. هو كان راضيا على ما أعطاه الحق تبارك وتعالى في الدنيا، ولم يسخط ولم يلعن ولم يضجر، إنما وقت الضيق كان يلجأ إلى الله تبارك وتعالى بأدعيته الكريمة التي علمها للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وأيضا بما علمه لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة. حينما كان يحزبه الأمر ويكون في شدة صلى الله عليه وسلم، أي نوع من أنواع الشدة، كان يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وكان يرددها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. الورد ده أنا عامله لنفسي 100 مرة، 100 مرة، 99 مرة، 87 مرة، بس أنا لازم أقوله أعداد كبيرة، أقوله أعداد كبيرة، رغم أن السنة الالتزام بأي تلزم نفسك بعدد، هكذا علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان يستغفر 100 مرة، وكان يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، وأمر وقال: من قال 100 مرة كذا؟ قال 100. فكان يؤكد على الالتزام بالعدد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إحساس جميل إن إحنا بقى نقابل ربنا ونحن ينادى علينا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. حتة إحساس، وبعدين نشوف هذه النعم التي نحن صبرنا من أجل وجه الكريم. خلاص ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. العيشة الراضية دي وصفها ربي تبارك وتعالى في جنة عالية قطوفها دانية. انتوا عارفين دايما الفرع اللي فيه الثمار قطوفها دانية، يعني ايه؟ ساعة ما تتمنى اي حاجة من فرع الشجرة مش لازم تطلع له بسلم، مجرد انك تشتهي هذا الشيء ينزل لحد عندك. قطوفها دانية، قطوفها دانية، قطوفها دانية. فشوفوا بقى، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. الناس اللي صبرت، الناس اللي ما غشتش وما سرقتش وما خانتش وما أكلتش حقوق أخواتها وما قصرتش في صلاتها وما باعتش بلادها ولا أوطانها وعملت دولارات وحطتها في بنوك وبعد كده ماتت وترمت والفلوس اتصرفت في الحرام، وقتل بسبب هذه الفلوس ملايين من الشباب وملايين من الفتيات وملايين من الأطفال، هؤلاء الذين باعوا دولهم دولهم للشيطان الرجيم، والناس يحملون أفكار الشيطان. لما تقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى وينادى عليكم: لماذا فعلتم ذلك؟ هل تحبون أن تنشر أعمالكم هذه بين يدي الله وبين الناس؟ أنكم كنتم قتلة، أنكم بعتم أوطانكم ومجتمعاتكم، أنكم كنتم تتفننون في الشوشرة، أنكم كنتم تتفننون في الكذب والغش والخداع من أجل إسقاط الأوطان والمجتمعات الراقية المؤمنة الموحدة. هذه الأموال لن تنفعكم، وسوف تلتقون بربكم. هل تظنون أنكم ينادى عليكم يوم القيامة سلام عليكم بما صبرتم؟ مش ممكن ينادى عليكم بهذا النداء، بما صبرتم على قتل المسلمين، بما صبرتم على قتل الموحدين، بما صبرتم على قتل جيوشكم المسلمة، بما صبرتم على قتل شبابكم في جيوشكم المسلمة، بما أفتيتم على قتل العلماء والناس الأفاضل الذين دعوا إلى السلام. أمر رهيب، أمر رهيب، لن تنفعكم في هذا اليوم. أهل اليمين سيقولون: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، عشان كده ما أفتتش بفتوى تدل الناس على الغلط أو تدل الناس على الحرام. ها أم اقرأوا كتابي، أنني بعد ما تخرجت ما علقتش الشهادة، لما كنت أصهر بقيت شيخ.
وبعد كده عملت ايه؟ درست علوم الدين، وبعد كده علم الاجتماع، وبعد كده علم النفس، وبعد كده درست المصالح المرسلة، وبعد كده درست واقع العمل، وبعد كده درست ما يقال للناس حتى ينفعهم. يعني انت ما خدتش شهادة شيخ وبعد كده بقيت شيخ بس، لا، مع علوم الدين، العلوم التي تخدم على فهم هذا النص القرآني أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدراسة علم الاجتماع تعلمني كيف تعامل القرآن مع الشعوب والأمم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، علاقات اجتماعية. علم النفس، نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وعندنا ما شاء الله علماء اتكلموا في علم النفس على أعلى ما يكون وأرقى ما يكون. يعني انت مش طالع حافظ الحديث وجاي تقوله بس وزي بالنص ومالكش في الفهم، لا، هقوم اقرأوا كتابية أنني كنت أذاكر وأذهب إلى العلماء وأسألهم واستشرهم. والله العظيم أقسم بالله أنا بعمل كده لحد دلوقتي. أنا ساعات أتصل على أخويا محمد حسان وأقول له أنا فهمت من النص بتاع الحديث ده كذا، أنا فهم صح؟ ساعات يقول لي الله يفتح عليك، فعلا دي حاجة حلوة أوي. عند عالم ربنا يعزك ويبارك فيك، وعند عالم عنده 90 سنة من علماء الأزهر، كان أستاذ علم التفسير، في حاجات خاصة بالتفسير ربنا بيشرح صدري فيها، أروح أراجع معاه أقول له أنا فهمت كذا كذا كذا، وعندي فهم جديد كذا كذا، هل أنا فهم ده بيتعارض؟ يقول لي الله يفتح عليك وأضف كذا كذا، مدام ربنا فتح عليك في كذا. ليه؟ عايز اتعلم واطلع اعلم الناس بجد، مش ان انا طالع في التلفزيون لا. ازاي ان احنا ناخد بايدين بعض؟ ازاي ننور عقول بعض؟ ازاي ننور قلوب بعض؟ ازاي نساعد ان تسمو ارواحنا مع بعض؟ خدت بال حضراتكم؟ ها قوموا اقرأوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي. هتسأل إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية. العيشة الراضية دي بقى مع مين؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. طب يا رب، لا، أنا عايز أبقى في مقام النظر إلى وجهك الكريم. لو أحسنت عملك هتبقى وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة. أنا وجهي سيستبشر عندما ألقى ربي تبارك وتعالى وأنا عملي صالح. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. يا رب اكفنا الشر دول، احنا مش منهم. ما هي عليها غبرة بقى أكل حقوق الناس، عليها غبرة بقى ترك الصلاة، عليها غبرة البعد عن ربنا، عليها غبرة بيع الأوطان، عليها غبرة بيع الأماكن، عليها غبرة. خدت بال حضراتكم؟ أما وجوه مصفرة ضاحكة مستبشرة، دول يوم القيامة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة. طب نعرف إزاي إن الوجوه المنورة دي نظرت لربنا؟ قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نظرة النعيم، الله. ربنا يحفظكم، ربنا يساعدكم، وربنا ما يرمكوش في دقيقة أبدا يا رب. خلي بالكم، اوعوا تضيعوا دنياكم منكم قبل أن تكونوا من أهل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.